إذا سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الخامس للخيل العربية الأصيلة للإنتاج المحلي تكافؤ مسافة 1700 متر، عفريتة العشرة سهر ليل السليمي الخور العديد سميس مواس صحراء اليم فالفوز وفهدة النايفة، انطلاقة قوية مع الجود رقم ثلاثة الجود سهر ليل السليمي الشيخ جاسم بن سحيمة الثاني والمدرب جاسم الغزالي على الصدارة والمركز الأول، الجود رقم واحد في ثاني المراكز الجود عفريتة للشيخ فيصل بن حمد الثاني إبراهيم المركي سالم غلام على ثاني المراكز الثالثة محاولة مع الفوز لسيد خليفة بشيء الكواري وجاسم الغزالي هاري بنتلي على ثالث المراكز ومحاولة رابعا مع اليم لسيد جاسم بن محمد البادي والمدرب جاسم الغزالي المعتصم البلوش الآن على رابع المراكز، خامس المراكز الآن مع أمقرن والجود رقم ستة الصحراء لسيد أمقرن البوند ميول ستيفان الجد على خامس المراكز، سادسا محاولة من الخارجة من قبل الجود خور العديد لسيد عيسى محمد السليطي والخيل كارلو فيوتشي، سبع المراكز من الخارج مع الجود رقم 9 فهدة النايف للسادة النايف ريسنج يوسف بن طاهر جيرالد فرونشا على سادس المراكز، عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مع الجود رقم 3 ساهر الليل للشيخ جاسم بن سحيمة الثاني جاسم الغزالي جي بي جامبر على الصدارة وعلى المركز الأول، محاولة سليم غلام مع الجود رقم 1 عفريتة للشيخ فيصل بن حمد الثاني سليم غلام وإبراهيم المالكي على ثاني المراكز، محاولة اليم لجاسم بن محمد البادي من الخارج وأيضا جاسم الغزالي المعتصم البلوشي على ثالث المراكز ومحاولة من الداخل من قبل الفوز وهري بنت ليران جاسم الغزالي خليفة شعل الكواري على رابع المراكز من الداخل، لكن الصدارة والمركز الأول لا زالت مع الجودة رقم ثلاثة ساهر ليل السليم للشيخ جاسم بن سحيمة الثاني جي بي جامبر الآن على الصدارة وعلى المركز الأول، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية معاودة اليمة المعتصم البلوشي على الصدارة، محاولة مع الجودة رقم واحد عفريتة للشيخ فيصل بن حمد الثاني لسليم غلام على الصدارة وعلى المركز الأول، محاولة هاري بنتلي من الخارج من الداخل هاري بنتلي وخليفة بشعل الكواري، خليفة الكواري من الداخل مع هاري بنتلي لكن محاولة من الخارج مع خور العديدة خور العديدة وأيضا محاولة الجودة رقم ستة الصحراء سدام قرن قرن الآن ومحاولة فهدة النايفة النايف ريسنج منافسة قوية إلى النايف ريسنج فعلا إلى الصدارة وإلى المركز الأول الجود رقم 9 فهدة النايف جيرالد برانش إلى الصدارة وإلى المركز الأول الجود فهدة النايف إذا الصدارة والمركز الأول مع الجود رقم 9 جود فهدة النايف لسادة النايف ريسنج المبروك ثاني المراكز مع الجود رقم 5 الجود تسميه اسمه لسادة الشيخ أمقرن ثالث المراكز مع الجود رقم 4 خور العديد رابع المراكز مع الجود رقم 1 عفريتة خامسا مع الجود رقم 8 الجواد الفوز ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط بالجد جاهزة